السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أميد راباني، أستاذ خط التعليق الفارسي من جمعية الخطاطين الإيرانيين. موضوع درس جديد طريق كتابات جملة وآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا كلمات في جملة جدا جميل، لازم تركيز أكثر بالتنظيم على سطر بين الحروف وأي طريق مطاط في هذا الجملة. إن شاء الله تشاهدونا وتستفيد. حياكم الله. درس جديد سأكتب اقرأ باسم ربك الذي خلق. قبل أرسم هذا سطر مثل زمان، ألف من فوق نجي إلى تحت نقطة فوق السطر. اقرأ من هذا المنطقة نوعين، في قاف واتصال را. واحد هذا شكل، أول قاف ثابت، حركة تاني لازم زاوية قصب على الورق 45، لا 63، هذا 63، هذا مائل، هذا شكل نقطة نقطة، يعني نقطتين ارتفاع هذا. شكل ثاني نفس الشيء مع الاتصال بر، نقطة نقطة، هذا ارتفاع أقل بالنسبة هذا، وشكل غير نفس الشيء اتصال فا قاف و را. اقرأ ألف مجددا نقطة فوق السطر باسم ارتفاع هذا لازم 4، هذا 3، هذا سين و ميم، اتصال هذا شكل. كل الطريق لازم زاوية 63.5، ميم لازم نصف نقطة فوق السطر، بعدين هذا ألف ميم. ربك را لازم فاصلة را إلى ميم نقطة، خلف الميم نقطة ونص، هذا سين أول صغير شوي أكبر، بعدين بو. ربك مثل با، 4 نقاط ارتفاع فوق السطر. أنا أريد أكتب مد، ممكن 5 نقاط، ما في فرق، هذا ثابت. أقل محل خروج من هذا إذا 5 نقاط من وسط لازم تخرج، إذا مات شوي فوق. الحين سأكتب 5 نقاط بدون مات. لازم في جملة واحد مات، ولكن هذا في دروس مش مشكلة. هذا نص نقطة، هذا ارتفاع المايل للمات لازم نقطة، يعني هذا ارتفاع أكثر، ارتفاع هذا نقطتين طول 5، هذا 5، الحين الذي عشان هذا محل كتير خالي، ألف ركبة على با، بعدين الذي هذا شكل، أرزل هذا نقطة داخل يا هذا شكل، بعدين كاس
Ja, nach so Zaman, Irtufa, Erzel Haza und Muchnacht. Nahaya, Nacht. Chalere lagen Nahaya sehr vor. Was? Min Haza, Nabda, Erzel, Nacht. Haza, Kha. Also, Kha und Alef. بدون اتصال لازم على سطر اربع نقاط واذا الهي مثلا خلق كلمه مركب لازم ارتفاع ثلاث نقاط يعني هذا ثلاث نقاط قاف نفس الزمان محل اتصال هذا شكل لازم نص نقطه خالي بعدين هذا نفس الطائر النون والسين هذا شكل نفس النون ارتفاع نقطة إذا هذا نقطتين هذا شكل نقطة باسم ربك ربك الذي خلق هذا درس جديد توفيق